سيركن هذه الكرة؟ هل يبدأ هذا اللقاء بهدف لمصلحة الذئب؟ يا سلام، وجول للذئب عن طريق اللاعب عبد العزيز السعيد. عبد العزيز يسعدهم ويسجل أول أهداف هذا اللقاء. يا سلام على هدف رائع وعلى هدف جميل. شوف 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 الكرة والفاول اللي نفذه عبد العزيز سعيد ببراعة، وأول أهداف هذا اللقاء يسكن شباك الحارس أحمد إبراهيم ليعلن تقدم الذئب، ليعلن التقدم صاحب الأرض وصاحب الجمهور بهدف.